في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة دنيا سمير غانم، وهنكشف ليكم آخر ظهور ليها بعد غياب طويل وبعد رجيم قاسي جدا وأسرار كتير عن حياتها. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب القناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم هي بنت الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وهي أخت الفنانة إيمي سمير غانم. اتولدت دنيا يوم 1 يناير سنة 1985 وعندها دلوقتي 35 سنة، وتخرجت من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب. كانت أول بطولة للفنانة دنيا سمير غانم في فيلم يانا يا خالتي مع الفنان محمد هنيدي، والكلام ده كان سنة 2005، وقدرت دنيا تحقق نجاح كبير جدا في أول بطولة ليها. بعد كده قدمت أعمال كتير، كان أهمها فيلم 365 يوم سعادة مع الفنان أحمد عز، وفيلم إكس لارج مع الفنان أحمد حلمي. كمان دنيا صوتها حلو وقدمت مجموعة من الأغاني الجميلة، واللي كان أشهرها أغنية قصة شتا. أما بالنسبة لحياتها الشخصية، فالفنانة دنيا سمير غانم متجوزة من الإعلامي رامي رضوان من سنة 2013، وتحديدا كان حفل الزفاف يوم 13 يونيو سنة 2013، وأنجبت منه بنتها الوحيدة كايلة سنة 2014. ومن فترة نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صور جديدة ليها على حسابها الرسمي في موقع انستجرام، وكانت لابسة فستان لامع وأنيق جدا، وتفاجئ الجمهور بشكل دنيا، وده لأن دنيا كان باين في الصور إنها عملت رجيم قاسي جدا. واتقسمت تعليقات المتابعين ليها لقسمين، البعض كان عاجبهم لوك دنيا الجديد، والبعض التاني شاف إن شكلها قبل الرجيم كان أجمل، لدرجة إن بعض الناس كانت تعليقاتهم إن النحافة اللي وصلت ليها دنيا ظهرت علامات كبر السن عليها، وده بالرغم من إن دنيا لسه سنها صغير ومعدتش ال 35 سنة. بعد كده نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صور تانية ليها، وكان واضح إنها لسه مكملة في الرجيم اللي بدأته، وكانت مقتنعة إن شكلها كده أجمل. علشان كده انزلوا حالا اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا رأيكم، شكل دنيا الأول كان أجمل ولا شكلها بعد الرجيم والنحافة أجمل؟ أسرار عن حياة الفنانة دنيا سمير غانم. قال الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم إن زوجته أول حاجة بتعملها الصبح إنها بتحضر الفطار لبنتهم كايلة، وقال إن البنت عندها أهم حاجة أهم منه هو شخصيا. كمان قال رامي إن دنيا بتخاف من الحيوانات الأليفة جدا، وإنها مش بتحب السفر كتير، لكن لو جات لها سفرية بتحب تسافر لأماكن ودول يكون فيها مناطق أثرية. وقالت الفنانة دلال عبد العزيز والدة الفنانة دنيا سمير غانم إن بنتها ملهاش لون مفضل، وإنها بتختار ألوان لبسها حسب حالتها المزاجية، وإنها بتحب الجينز جدا، وإن دولابها أكتر حاجة فيه البناطيل الجينز. وقال رامي إن دنيا أكتر أكلة بتحبها هي الملوخية، لكن بتحب تاكلها في البيت وبس. وقالت والدتها إن دنيا بتحب كمان الشوكولاتة، وإن الشوكولاتة مش بتفارق شنطتها، وكمان دنيا بتحب الشاي الأخضر جدا. كمان قالت والدتها الفنانة دلال عبد العزيز إن دنيا من صغرها كان نفسها تكون مدرسة أطفال جنب حلم التمثيل، لكن حلم التمثيل هو بس اللي اتحقق. كمان قال جوزها عنها إنها شخصية هادية جدا، وفي نفس الوقت مترددة جدا، وبتتردد كتير في أي قرار بتاخده. كمان دنيا بتعشق الوحدة، وممكن تقعد فترات طويلة في البيت لوحدها. وكانت قالت دنيا إن أول أجر خدته كان 100 جنيه، وده لما شاركت والدها في أحد الأعمال، وقتها دنيا كان عمرها 8 سنين. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.